أينما كنتم وتغطية مباشرة على الهواء مباشرة عبر قناة الأيام الفضائية من داخل أروقة معرض بغداد الدولي لليوم السابع متواصلين وياكم طيلة الأيام الماضية اللي مضت. يعني نقلنا لكم الصورة وشفنا الزخم من قبل الناس اللي موجودين هنا، وكذلك أيضا دور النشر اللي مشاركة بالمعرض أكثر من 350 دار نشر سواء بالعراق أبن العراق أو خارج العراق والبلدان الأخرى، مشاركة فعالة ومشاركة ناجحة، خصوصا وأن المعرض بدورته 24 قد شهدت يعني زخم وإقبال ومشاركة واسعة من قبل دور النشر وأيضا الزائرين الوافدين إلى المعرض. راح نكون وياكم من داخل أروقة المعرض وننقل لكم الأجواء اللي تكون هنا والناس اللي موجودين وأيضا دور النشر اللي موجود. السلام عليكم. شلونك صديقي؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. عرف أنه اليوم السابع. بلي. المشاركة شلونها؟ والله المشاركة جيدة نوعا ما من ناحية إقبال العوائل العراقية على أن يكون جانب ترفيهي ثقافي بنفس الوقت، فهالشي جانب حلو وبنفس الوقت مغاير بعيدا عن ارتياد المطاعم والكافيهات بتغيير جو، بالتالي يكون الترويض مع الكتب والقراءة شيء جيد. ونلاحظ أيضا وجود الأطفال، محبتهم للقصص، وأيضا كبراء في العمر نجدهم لهم دور في هذا المجال. اليوم نقابة المحامين؟ نعم، احنا نقابة المحامين. اعرف انه الغاية من مشاركتكم هنا اليوم، حلو انه نشوف النقابات المؤسسات الاخرى مو فقط دور النشر مشاركة. صراحة هو شيء ملفت وحلو مثل ما تفضلت حضرتك، وبالعادة احنا نظهر اليوم نتاج المحامي العراقي ودوره في الثقافة العراقية، سواء في كانت الثقافة القانونية او في مجمل الثقافة بصورة عامة، ومواقفهم في الحروب والتظاهرات وحركات حركات الاحتجاج. فهذا اشبه او ليس في اشبه، بل هو جانب حقيقي تعرض الادوار المهمه لدور المحامي ودور القاضي بخصوص فقط المحامين العراقيين، لو بشكل عام انتم اليوم الاصدارات الموجوده هنا المؤلفات خلينا نتعرف عليهم بالله، انه كل اصدارات عراقيه هذه؟ نعم، كل هاي الاصدارات عراقيه. نعم. مختصه بمثلا السلسلة العملية الإرشادية لكتاب عملي للمحامي أحمد حسين الجيزاني، كذلك نجد قبل أيام قليلة أهدانا الدكتور مالك دور المدان في تشديد دور المدان في تشديد العقوبة، أساسا هو أيضا محامي ودكتور في الدكتور تدريسي. نعم. اليوم المحامين جايجون هنا عندهم علم بهذا الموضوع؟ طبعا. اليوم فقط أنت؟ نعم أكيد، ولكن أكثر ارتيادهم الصبح في أوقات الدوام أو في أوقات المساء ليلا، نجد وجودهم وحضورهم ومحبتهم لهذه الثقافة. واليوم أيضا ست تمارة هي أيضا محامية وكان لديها عندها نتاج أدبي وليس قانوني، أصدار حفل توقيعها هو أدبي أيضا إن شاء الله. يلا شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. شلون السيد؟ هلا وعليك. كل التوفيق. يعني حلو أنه اليوم نشوف ده توقعين اليوم الكتاب؟ اي نعم، هذا هو. احنا هاي الحفل مو اول حفل توقيع، حفل الثالث، وبجناح المؤلفين همينة، بس هم سووا دعم للمؤلفين اللي عندهم اصدارات مخاليه بدار نشر انه يسووا لهم حفل توقيع حتى ينعرف الاصدار اكثر. اليوم ضمن النقابه ما نقابه المحامي؟ اي اكيد، انا محاميه وكاتبه بنفس الوقت. اصدار ادب؟ لا مو ادبي، هو مجموعه مواضيع مقاليه يجمع بين المواضيع الاجتماعيه النفسيه الطاقيه، وايضا اكو مواضيع ربطتها ببعد قانوني بما انه احنا قانون. فحتى طيب هاي الافكار اللي كتبت هنا ليش توقعتها؟ انا اصلا كاتبه يعني من الصغر، اكتب مقالات بجوجل وبالصحف، عضوه كنت بصحيفه الزمان وبميترو البريطاني، وهسه حاليا صار نتاجي كتاب يعني حولته. الله يسلمك وبارك فيك. واحنا هذا اللي نريد الطاقة الشبابية هي تطلع بعد ويطلع صوتها، حتى انا لا تبقى انه خامدة، نشوف مميزاتهم شنو، نشوف طاقاتهم شنو، بلكي الله يوفق الشباب الباقين اللي عندهم انجازهم يطلع. الله يسلمك. اتمنى انه اصدارات اخرى ان شاء الله. آمين. شكرا جزيلا. تفضلوا. شكرا جزيلا. يلا نجيك ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، اذا بالتالي يعني من الجميل انه نشوف اليوم النقابات هنا ايضا مشاركة بمعرض بغداد، سواء نقابة المحامين او باقي المؤسسات للنشر وتوعية دورهم بخصوص عملهم في مجال عملهم. اليوم كم نقابة محامين مشاركين مع تواجد العديد من الكتب العراقية اللي تخص مجال عملهم، و
مجال القانون، وبالتالي انه العديد من الناس اللي موجودين هنا يجون يشوفون الكتب، سواء الكتب القانونية او الكتب التخصصية وما شابه ذلك. خلينا نشوف الاستاذ هنا. السلام عليكم. شلونك؟ مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. عبال انت ايش؟ تعال يا خالد. عبال انت؟ ارضى بدي؟ ايه. شلون الاخبار؟ الحمد لله. اليوم السابع، شنو تعليقك عن السادس؟ اليوم السادس. ايه. شنو تعليقك عن المشاركة؟ ان شاء الله خير، ربنا معرض موفق باذن الله، باذن الله. مستوى المبيعات، نوع الكتب اللي موجوده اليوم، شنو اكثر كتب عليها طلبيه ب او احنا عندنا في مكتبتنا جميع فروع العلم، سياسه، اقتصاد، روايه، ادب، كل ما هو يخص العلم متوفر عندنا جميع فروع العلم. القارئ العراقي قارئ ممتاز. الاقبال السنه دي بالنسبه للكتب الفكريه والروايات اكتر شويه. الروايات والكتب الفكرية. يعني طبيعة الحال انه اكثر الكتب اللي دا تمشي يعني او يقتنيها الناس او القارئ الرواية في الكتب العلمية. لا، الكتب العلمية تخصصية. اما دلوقتي في ناس كتير او اكتر اقبال على الكتب التنمية البشرية والروايات. السنة دي او الدورة دي انا ملاحظ كده. ربنا يوفقكم. هاي المشاركة الأولى لك؟ لا لا، كل سنة بنشارك في معرض. نعم. طيب أرد أخذ رأيك بمبادرة أقرأ اليوم، شلون تشوفها كمبادرة أنه للعراقيين، خصوصا أنه كخطوة تشجيعية لتشجيع الناس للقراءة؟ خطوة ممتازة ممتازة، وأول مرة تتعمل. ما صار قبل باقي البلدان؟ ما صار قبل، أول مرة تتعمل، وخطوة ممتازة وشجعت شباب كتير، وخصوصا انت عارف الحاله الاقتصاديه على العالم كله، مش الوطن العربي بس، ومش خاصه العراق، لا ده الحاله الاقتصاديه على العالم كله. فالمبادره دي ساعدت، حتى اللي جاي يشتري كتاب بيشتري كتابين، اللي بياخد كتابين بياخد بالمبادره مثلا ممكن ياخد 3 كتب، ممكن يعني طبعا مع دور النشر كمان بتساعد الخصومات اللي الإدارة متفق عليها إن هي تعمل ديسكاونت. فبصراحة عاملة شغل كويس أول مبادرة يعني. شكرا جزيلا. نورتوا. نعم مشاهدي الكرام، فعلا إنها مبادرة إقرأ، مبادرة جيدة وتحسب للقائمين عليها، خصوصا إنه هي كخطوة تشجيعية لتشجيع الشباب باقتناء الكتب، خصوصا إنه الشباب اللي يعني اللي ما عندهم الامكانيه انه يشترون، فبالتالي احنا نشوف الامور. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم السلام. الله يحفظكم. المشاركه بطبيعتها، معرض بغداد بطبيعته شلون شيخ؟ كمشاركه حقيقه المشاركه جيده يعني. نعم. بس بانه وكذلك رواد المعرض رواد جيدون من الشباب والعوائل العراقيه. قبل هذا حقيقه نحن نرجو أن تكون هذه المعارض، هذه الفضاءات الثقافية في كل عام بل أكثر من سنة، وكذلك في كل المحافظات، لما لها أثر كبير في باب المعرفة وباب المعلومة، لأن الجهل ساد المجتمع العربي والإسلامي والعالم كله، وهذا الجهل في موضوع مهم وهو جهل النفس الذي يؤدي إلى جهل الهوية المجتمعية والدينية والثقافية. فهذه المعارض حقيقة تفتح لنا باب للمعرفة وباب لمعرفة النفس أولا. حتى تعرف شنو، عفوا عذر المقاطعة، اليوم حتى مبادرة اقرأ شجعت هواي ناس انه تجي، يعني شفت هناك الزخم اللي موجود من قبل الشباب. حقيقة هذه المبادرة التفاتة جيدة جدا حقيقة، جعلت أعطت دعما كبيرا للشاب العراقي لكي يتوجه للكتاب، ورأيناهم كيف يتجولون في المعرض ببركة هذه المبادرة. بالتأكيد شيخنا، اليوم أنه المعرض مثل ما قلت أنه يجمع وتنوع هذه الثقافة، أيضا جاي يشوف أنه هذا التنوع الثقافي اللي موجود بالمعرض من قبل، اليوم جاي نشوف العمامة هنا، اليوم جاي نشوف الثقافات المتعددة، الفنون وما شابه ذلك، كلها تحت قبة واحدة. نعم حقيقة هذه تنوع الثقافة حقيقة فتح بابها الإسلام، حيث القارئ القرآن الكريم يجد الحوار
يشمل القرآن كله. وبدأ بالحوار الله عز وجل عندما حاور الشيطان، والشيطان أحد مخلوقات الله عز وجل، وهذا المخلوق العاصي، لكن الله عز وجل شنو حاور الشيطان ليرسل لنا رسائل إيجابية. الحوار والمناقشة مهمة جدا. أهلا وسهلا بك، شرفتونا. نعم مشاهدين الكرام، بالتالي أيضا أنه اليوم معرض بغداد الدولي للجميع، معرض الكتاب الدولي لبغداد للجميع، جاي نشوف هنا المثقفين بتعدد الصنوف، سواء أنهم فنانين وأدباء وشعراء وكاتبين وأيضا الكتب الدينية. فبالتالي هذا التنوع الثقافي اللي دي شهد المعرض، كذلك التنوع الجنسيات اللي موجود هنا، هذا شيء جميل. وما أعتقد أنه 10 أيام أيام يعني مدة زمنية كافية لهيك حدث مهم، هيك حدث أنه الناس تنتظره سنة عن سنة. فبالتأكيد أنه نتمنى بالدورات المقبلة، الدورة 25 أو 26، يضعوا في حساباتهم القائمين على هذا المعرض بأن يكون المعرض أكثر من 10 أيام. وطبيعي جدا، خصوصا أنه يعني المكان لطيف والناس بالتالي تريد متنفس، فممكن معرض بغداد الدولي يكون أفضل متنفس. مشاهدي الكرام، ناخذ فاصل وراجع لكم. نعم مشاهدي الكرام، رجعنا لكم وعلى الهواء مباشرة من داخل أروقة معرض بغداد الدولي. وبالتأكيد يعني الناس اليوم باعتبار أنه يوم أحد، بعض الناس بالدوام، ممكن تشوفون أنه المنظر أو الصورة مو مثل يوم أمس ويوم الجمعة باعتبار أنه ماكو دوام، فالناس تجي هنا. ست، لو ردنا نتحدث عن طبيعة المعرض، أولا شلونك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. طبيعة المعرض كزيارة أولى لك شلون شفتي؟ شيء لطيف، كلش حلو، يعني واحد يستمتع به. هو صح اليوم يعني أنا كل سنة أزور المعرض، بس أنا أزوره اللي بشهر 12 من يوم فتح معرض العراق. أي فهاي أول مرة أجي معرض بغداد اللي هو بشهر 9. شيء لطيف إنه فارغ يعني قليل اليوم لأنه أحد، فيكون الحضور قليل، بس حلو حتى واحد يستمتع إنه يشوف الكتب ويجيب راحته. الموضوع يعني إنه حتى لو زخم يعني ازدحامات، أنا شفت اليوم ازدحامات ما شاء الله بغداد، لكن الناس مصرة إنه تجي المعرض باعتبار هاي الأيام ما تتفوت، 10 أيام ممكن قليل على هيك معرض. أي طبعا، يعني أنا من سمعت إنه قلت خليه أروح بسرعة ليروح يخلص المعرض، لانه شيء حلو هم يعني نطلع على الكتب، هواي تفاصيل حلوه، هو استرى هوايه. اي بس قلت خلي اجرب، حلوه شرائيه الكابون هذا، مبادره اقرا اللي تشمل تقريبا 25,000. هاي بامكان اي مواطن او اي شخص انه يقتني هاي البطاقه، ياخذ من دار نشر واحده بهذه التكلفه. ايش قد مبادرة كلش حلوة هي، يعني أنا وقفت 10 دقائق بس هي تستحق. أي لأنه يعني حلوة هم أنا للشباب، واحد يستفاد منها، وهم أنا أشوف كتب. هذا أنا اشتريت كتب، بس هاي راح أدور بها قرطاسية شيء للأطفال. عندك علم أنه هاي فقط من دار نشر واحد يستخدمها؟ الآن لا، قالوا لي من أي دار روحي، سألتهم. اي بلغاني، اي فدا ادور الشيء اللي نستفاد منه. تستثمريها اي طبعا 10 أيام اللي هيك حدث كافيه لو مو كافيه؟ 10 أيام كافي يعني، لان هو اللي يريد واللي مهتم بهذا الشيء يقدر يعني يخلق الوقت في سبيل يجي بهاي ال10 أيام. الناس اكو مسافرين مثلا وينتظرون، اذا يتمدد اكثر الناس راح تتهاون، ما حد راح يجي اليوم باكر، يوم باكر ما حد يجي. ممكن اي. شكرا، اهلا وسهلا. عم شايف الكلام، بالتالي انه فعلا احنا من نشيد بهاي الخطوه، خطوه اقرا كمبادره تشجيعيه تحفز الناس من اجل يا صباح الخير. مساء الخير، شلون اخبارك؟ عندي موضوع. شنو موضوع؟ اشتغلت قبل ويا تاجر، اذا تسمح لي، بمول زيونه. فهذا التاجر قام يعتب علي، تحكي علي انت، تحكي علي انا بوجهتها. فانا من قناتكم انا اشكر ابو جنه، هو انطاني الشغل وما بقيت وياهم فتره، يعني من زمن الازمه الفاتت جماعه ضيعوني، هو الرجال ما قابل، بس يعني قال لي يعتب علي، قال لي انت تحكي علي. فاتمنى توصل رسالتي لابو جنه، ما خسر وياي. ايش اسمك؟ ها؟ ايش اسمك؟ ابو جنه. انا اسمي محمد. يا ابو جنه حبيبي، محمد ترى ابد محاكي علي. انا ما يعني ما احكي عنه وما عندي شيء وياه. اي فاتمنى ان شاء الله اشوفكم مره ثانيه يعني بالمتنبي. نعم مشاهدي الكرام،
احنا على الهواء مباشرة. نعم مشاهدينا احنا حاليا طالعين على الهواء مباشرة. ياك والله يا اهل الموعد وصل. نعم مشاهدينا الكرام، حلو من يكون الانسان بهذا مبدأ انه يعتذر، فالاعتذار من شيء من الكبار. الله شلون العريس؟ مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. الحمد لله زين والله. شلون وضعك؟ كله تمام. حلو هاي الاناقة. شكرا جزيلا، هذا من ذوقك. تسلم. شلون اليوم السادس للمعرض؟ والله يوم جميل، اجواء رائعه جدا، مشاركه من مختلف دول العربيه وغير العربيه. وجدنا انه في احتفال تظاهره ثقافيه ممتازه جدا، تعرفنا على عدد كبير جدا من المثقفين والطلاب من مختلف الدول، وكانت تجربه رائعه. طيب 10 ايام كافيه لو مو كافيه؟ والله طبعا هو المعرض هو احتفال مؤقت بالتاكيد، غير كافية، نتمنى انه يمدد. ان شاء الله. انا اقول مفروض يمدد 15 يوم على الاقل، 20 يوم على الاقل، شهر ممكن. اوكي، لانه جميل جدا طبعا، احنا نتمنى من ادارة المعرض انها تمدده، لكن هو بالنهاية كل شيء جميل يمكن ان يختتم يعني في يوم من الايام. بس احنا ما نريد يخلص الشهر. احنا همنا ما نريد يخلص، ان شاء الله يستمر. طالع حلو هو يعني. تسلم، شكرا جزيلا. يلا بالتوفيق ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا. حبيبي مشاهدي الكرام، يعني العديد من المطالبات انه بخصوص تمديد المعرض. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. زين، شو اشتريت؟ اعذرني. احنا على الهواء، تعرف ولا؟ يلا نعذره، احنا عادي، بالتالي انه الناس ممكن ما عندها وقت، تريد تستغل هذا الوقت وتستثمره من اجل يعني المطالعه والكتاب، مطالعه الكتب اللي موجوده هنا واقتناها. مشاهدينا الكرام، يعني احنا بالتاكيد متواصلين وياكم، لكن ناخذ فاصل وراجعين. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم. بالتاكيد احنا مثل ما قلنا وتحدثنا عن مبادره تقرا، بالتالي هذا الزخم اللي موجود هنا، شبابنا اللي موجودين، وخلينا نشوفهم. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. يعني وسهلا. اليوم واقف على مبادره تقرا. ان شاء الله. لان ما تلحق هنا. اي أيوة والله. حصل يا حصل. اي والله. شو تسوي؟ شلون تقيم المبادره؟ والله احسنت ورحم الله والديكم. مو انا يعني الناس القائمين. اي أيوة والله. بس انت اليوم يعني شجعتك هذه المبادره؟ اي والله. اي أيوة والله شجعتنا. اي أيوة والله. يعني جيت على المبادره ولا على المعرض؟ لا والله اثنيناتهم. اثنيناتهم. اي والله اثنيناتهم. تاخذ المبادره ولا تروح؟ اي والله اثنيناتهم جاي عليه. الله يسلمك. عادي تنتظر، هذا انتظر. انتظر والله. يلا تستحق. الله يسلمك، رحمات والدك عيون. الله يسلمك. هلا، شلون ام الحلوين؟ شلونك حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك. يعني انت اليوم جاي على المبادره لو جاي على المعرض؟ والله جاي ناخذ نشتري على الكتب على المبادره. هاي المبادره بالنسبه للشباب شنو تعنيكم انتم؟ كلش حلوه وراقيه يعني للشباب، حتى تعطيهم فرصه اكثر انه يشاركون ويكسبون المعرفه من خلال هاي الكتب. طبعا القراءه شيء اكيد يعني. فعلا. يلا هذا السر عادي، تلتزمون البيت تنتظرون؟ ما عندنا مشكله عادي. حلو، حتى لو باكر الصبح؟ الباكر باقي. مستعدين الشباب حتى لو باكر الصبح، يعني هذا المنظر حقيقه مفرح، من نشوف انه شبابنا بهذا الزخم. اتمنى اوس انه تفر الكاميرا حتى الناس تشوف الزخم اللي موجود هنا، بالتالي يعني ما شاء الله يوميا هذا المنظر نشاهده من الصباح الباكر وحتى ساعات متاخره لهذا التوقيت. فهذا المنظر يعني احنا نحب نشوفه انه كمبادره تشجيعيه وخطوه تشجيعيه للناس اللي ممكن يقرون. شلونهم القراء؟ اهلا. تدرون هذا المنظر يخبل؟ اه والله العظيم. والله العظيم صحيح. يعني نشوف هيك شباب منتظره انه المبادره ساعة وربع. يستاهل الكتاب طبعا. يستاهل والله العظيم. راح تاخذ به هناك كتاب؟ والله انا ببالي كتب علميه عن للسيد الشهيد، اريد اخذهن محمد صادق الصدر، موجود المكتب مالته هنا اعتقد مفتح. اي على السيره، على فن الخطاب، هاي يعني السالفه حبيبي. مشاهدي الكرام، احنا من الصدفه الجميله واحنا على الهواء مباشره، من الصدفه الجميله انه استاذ نصر. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني حتى نتحدث عن هذه المبادره، ومثل ما شفتوا انتم الاعداد اللي موجوده هنا من شبابنا كخطوه تشجيعيه قامت بها تعاون مع وزاره الشباب والرياضه. استاذ نصر شلونك؟ الله يسلمك استاذ علي حبيبي، حياك الله. مدير الاعلام والعلاقات في قسم وزاره الشباب والرياضه، اليوم ردنا نتحدث عن هذه المبادره، الاعداد ايش قد وصلت؟ يعني مثل ما تشوف انت يوميا احنا طبعا على هذا المعدل وعلى هذا الزخم على فترتين، صباحيه ومسائيه حسب توجيهات ومتابعه معالي السيد الوزير. وايضا انه يشرفنا يكون دوله رئيس الوزراء هو اول شخص حصل على كوبون مبادره اقرا، رساله منه على التشجيع على القراءه، وايضا حث الطلبه وعامه المواطنين اللي تتراوح اعمارهم من 12 سنه الى 35 سنه على الحضور. اعمار محدده؟
محددة طبعا وفق ضوابط انهم من 12 سنة الى 35 سنة، ويكون شخص من كل عائلة، وحضور الشخص المعني لاستلام الكوبون المخصص له طبعا هو بشكل مجاني، يكون بقيمة 25,000 دينار. تعرف يعني المطلوب فقط نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية والبطاقة الموحدة ويحضر الشخص. لكن احنا دا نتفاجئ نعم اكيد، يعني احنا يعني احيانا باليوم الواحد اكثر من 650 بطاقه نوزع. طيب الحمد لله والشكر، احنا بالبدايه كنا هاتفين الى 2500 بطاقه، من شفنا الاعداد وحجم الزخم تفاجئنا به، مع الوزير اوعز بزياده البطاقات الى 1000 بطاقه اخرى، صارت 3500. واليوم ايضا وصلنا انه دوله رئيس الوزراء ايضا اثنى على هذه المبادره وساهم، وانه راح تستمر هذه المبادره بدعم خاص من دوله رئيس الوزراء. يعني انا حتى اليوم دور النشر من سالتهم عن هذه المبادره قالوا الاولى من نوعها ما صايره لا بالقاهره ولا ببقيه البلدان، وهذا الموضوع يعني حتى اليوم فئه الشباب جاي نشوفهم اكثر بالمعرض. يعني تدري استاذ علي، عزوف الشباب خصوصا الجيل اللي مثلا يعني اعمارهم دون 20 سنه عن القراءه واتجاههم الى مواقع التواصل الاجتماعي الموبايل وغيره من الامور، خلى صراحة أنه صار قطيع بينهم بين الكتاب. فهذه المبادرة أجت هي تحفيزية، اليوم أنت تحصل على كوبون وبطريقة سهلة أنه تجي للمعرض وتقدم أي مستمسك عندك وتأخذ الكوبون وتأخذ الكتاب اللي أنت تريده. من دار نشر واحد فقط؟ لا لا نعم، من دار نشر واحد طبعا، يكون بمبلغ 25,000 دينار وحسب نوعية الكتب اللي أنت يعني تستهويك بالقراءة، زين حسب ميولك أنت. وقلت لك انه شفنا المبادره حقيقه يعني فاقت الاعداد وفاقت الخطه المرسومه لها بالاصل، يعني اذا شوف مثلا جناح الشباب الان وشوف جناح النساء او البنات ايضا باعداد مماثله. والشيء اللافت للنظر انه احنا اذا نحدد الساعه 4 انه نبدا بالفتره المسائيه نشوف لازمين سرى قبل ساعتين او قبل ساعه ونص بانتظار الحصول على هذا الكوبون اللي مخصص لشراء الكتب. هو حصرا فقط وزاره الشباب والرياضه هناك وزارة. احنا كمبادره طبعا اطلقتها الوزاره ومعالي الوزير داعم لها، ايضا يعني اكو جهات اليوم يعني بدات انه تمنح بطاقات لكنه حقيقه بدرجه اقل. انا اتمنى من كل الجهات السائر طبعا، هي مبادره للكل، احنا حددنا فقط الاعمار بس كفئات الكل مشموله، لكن الطالب بالجامعه او كنت يعني عامل ما دام انه عمرك ضمن الاعمار المحدده بامكانك الحصول على هذه البطاقه، وايضا يعني ممارسه هوايتك او ممارسه مثلا يعني اي شيء يتعلق بالقراءه. حبيبي استاذ علي نورتونا، اهلا وسهلا وشكرا لتغطيتكم وحضوركم ومواكبتكم. مبادره احنا نشيد بها حياك الله، نشكر الحاج طبعا الحاج جاي على الكابون. خلي الحاج براحته، خلي براحته، خلي براحته. نشوف انه كل الاعمار موجودين هنا ان شاء الله يا رب، من اجل انه الكابون لازم نعيش. حياك الله، انس علي مرحبا. حياك العم شاي الكرام، بالتالي انه المبادره انه مثل ما تحدثنا بها انه مبادره تقرا من دعم رئيس دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشيوعي السوداني، وايضا دعم وزير الشباب والرياضه السيد احمد المبرقع. هاي الاعداد مفرحه، يعني ان اليوم مو فقط الشباب موجودين هنا، ايضا حتى العوائل بالجانب الاخر متواجدين هناك من اجل المشاركه واخذ منحه الكربون. متواصلين وياكم لكن بعد الفاصل. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام، سولف قول لك واهس الله الله يظل واهس يظل وياي. اي مالك واز قول لا تقتل. الله 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 احبك وانت ما مرتاح. الله اكبر وما ارتاح احبك وانت ما تقبل. اي والله صعبه صعبه صعبه. شاعر اديب قانوني شنو؟ اني اديب. اي تكتب يعني نستمع كلمات واحاديث وجميع المقالات والكتب. اي وصفحنا في المعرض بغداد الدولي، اخذنا بعض الكتب والمقالات والمجلات، استفاد الى منعته في جميع هذه الكتب. زين اليوم بطور المبادره هذه اللي نتحدث عنها مبادره اقرا، ما شاء الله الاعداد الزخم الموجود اللي شهد هذه المبادره فظيع جدا. والله هذه مبادره جيد جدا وحلوه، يعني قاعد تعطي استنساخ، قاعد تستلم بطاقه قاعد تستفاد بها 25,000، يعني تشتري بها كتب الكتاب مثل قدره 5 او 10 او 2000 راح تجمع عندك، فيصير عندك 20 كتاب بال 25 راح تستفاد بيها، تطلع بيها تتصفح احسن من ماكو. بالتوفيق
التوفيق ان شاء الله. حبيبي خليت بطاقه ولا بعدني عاد لازم تلزم سره ان شاء الله وتستحق انه توقف بسره. يا ذهب انا بخدمتك انا من حق اي شخص لازم توقف سره حال حال العالم يعني اقدر اضرب سره وادخل. انت ذهب انت انت ورد انت فضه الله حبيبي حبيبي نعم سهل الكلام. بالتالي اليوم حتى الناس اللي موجودين هنا يعني اريحيه جدا من عايفين الضغوط وعايفين كل الاشياء ما شاء الله. هاي الاعداد السلام عليكم شباب شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. واقف بالمبادره ايش صار لك تقريبا؟ صار لي ساعه وهي وصل لك السره ان شاء الله. وصل ان شاء الله. شلون تقيم المبادره هاي وانت اليوم شاب مثلا حاب تطلع على الكتب؟ هي المبادره حلوه زين حلوه. تاخذ بطاقه 25 دينار نعم وتشتغل تاخذ بيها كتب تقرا تطلع عليهن زين. مثلا طلاب المدارس ياخذ له قبطه اسيه. نعم مبادره حلوه جميله. مبادره حلوه وتستحق. هي بالتاكيد مبادره حلوه. خلينا نشوف الحلوين هنا شبابنا الحلوين شلونكم؟ شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك. حلو. تدرون اليوم حتى الطابور عباره عن فقط شباب يعني كل اللي شفناهم شباب. هذا ندل على شيء يدل على وعي الشاب بالعراق. اكيد مبادره كلش حلوه من وزاره الشباب والرياضه. يعني انا كتدريس انا اختصاص ما ايه كمل يعني احتاج مصادر احتاج شيء اضافه الى الشباب ممكن روايات ممكن قصص. فمبادره كلش حلوه يعني قسيمه شراء بقيمه 25,000 زين. وبالتالي اليوم راح تاخذ ضمن الكتب اللي تحتاجها انت ان شاء الله. شنو خطتك؟ انا ماجستير تربيه رياضيه. ما شاء الله. بدك تدرس يعني؟ لا خلصت وان شاء الله دكتوره. دكتوره ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. هذا الطموح وان شاء الله نشوفك نحو الافضل. شكرا. اشكرك. يعني هذا الشاب العراقي هاي الشباب العراقيين بهذا الوعي يعني احنا بنشوفهم بهذا الوعي وهذا الحرص على القراءه وهذا يعني انه منتظرون ساعات من اجل ان نحن كابون واقتناء كتب ممكن تخدمهم بجانبهم بالجانب الدراسي او بالجانب المهني او ما شابه ذلك. بالتاكيد احنا مثل ما شفنا الشباب هذا الطابور الاخر للعوائل وايضا النساء الموجودات هنا يعني والسرى خارج ايضا البنايه موجودين بالناس اللي موجودين به. السلام عليكم صديقي. تعال شلونك؟ شخبارك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. اول زياره لك؟ لا اكثر من زياره صارت عندي لهذا المكان وطبعات كلش حلوه فيه. حلوه الاجواء؟ اكيد. شنو اكو شيء ينقص المعرض ممكن خلينا نقول من اجل انه يعني من الناس انه ينتبهون على هاي الاشياء؟ يعني من الناحيه الثقافيه تنقص لربما بعض الامور. يعني كنا ندوات تسبق التنظيم ندوات موجوده يوميه ذاك المعرض ذاك الستيج اكيد. غير الندوات شنو؟ ترويج ممكن عن مده انطلاق المعرض زين. عن الشخصيات اللي ممكن تحضر ممكن. عن الدول اللي ممكن انه تشارك ممكن. يعني ممكن انه تكون ممكن. جانب ينطي يضفي فتشي للمعرض بغداد الدولي وخاصه انه هي الفتره مالته محدوده من كل سنه. شكرا جزيلا حبيبي. الله يسلمك. نعم مشاهدي الكرام بالتالي احنا مثل ما نقول انه الشباب انه يعني حريصين جدا على تواجدهم. اوستو اريت لو انه تضع الصوره للبنات اللي موجودات هناك وايضا عوائلنا اللي موجودين كطلاب وايضا ناس ذات تخصص من اجل اقتناء كل البطاق وكل الكتب اللي ممكن يحتاجوها. خلي يعني اترككم انه تشوفون ما شاء الله بدا الاقبال بدا الناس بدات الاعداد تزداد ساعه عن ساعه يعني العدد اكثر واكثر بهذا الموضوع وهذا الشيء مفرح جدا خصوصا وانه العوائل وايضا الشباب انه بهذه المبادره. خلي اشوفكم يعني هاي الندوات اللي قبل قليل انه تحدث بها الشاب بانه هذا المكان تكون بالندوات يعني بشكل متواصل ندوات حوارية وجلسات حوارية بين الأدباء وبين الناقدين والرواد وما شابه ذلك بذات التخصص. يعني ممكن أنه ما شفنا نقطة سلبية تحسب لغاية الآن ولا أيضا ملاحظة أخرى ممكن نسجلها للقائمين إلا ما أنه عن موضوع التربية أكثر من 10 أيام باعتبار أنه 10 أيام غير كافية للعوائل. الناس ممكن اللي تجي هنا حابة المكان تجي متواصلة به بشكل أو بآخر بشكل يوم حريصين عليه يجون يغيرون جو ويقتنون كتب وأيضا أنه بنفس الوقت
كل الاشياء جميله هنا. واللي يجي المعرض لازم يجي حلو، لازم لازم اطلع احلى منك. الله والله يا حبيبي، ليش ما تقدم وانا بعد المره؟ هي المشكله ابني مقدم برنامج. الله يخلي لك، الله يحفظكم اغاتي. الله الزياره الاولى لك؟ الزياره الاولى لي نعم، من بعد مرور فتره يعني. يعني احنا نحكي عن هاي الدوره. نعم نعم. هاي الدوره اليوم الاول لك. نعم نعم. المعرض. نعم نعم. وين سجلت؟ نعم نعم. زين، شنو اللي شفته العام او بالدورات السابقه انه ممكن سجلت ملاحظاتك عليه؟ والله صراحه كان اكو، كان هسه اكو فتره تغير اشوفها يعني. نعم. فتره انطلاقه. زين، احنا نريد هذا المعرض، طبعا معرض دولي قديم ازلي ومعروف عند الدول طبعا، فنريده ينهض بعد اكثر واكثر. من يانا من الناحية العمرانية مثلا، من الناحية الخدمية، من ناحية ولو احنا هسه في تطور الخدمية ان شاء الله بوجود الموجودين ان شاء الله. الله يبارك المسعى. المشاركة العربية الغير عراقية، من سألتهم انه عن انطباعهم بالعراق وعن بغداد بالوقت الحالي، يعني ما شاء الله بدينا نصعد احنا. لا لا فعلا انا بدينا، بدت نظره الناس، بدت انه يعني مستثمرين المشاركين، الناس بدت تحرص على القدوم. عفوا، اكبر دليل قلت لك بارك الله بجهود الساعين. ولذلك انا يعني نعم. اقول انه احنا ممكن بعد يحتاج تنظيم اكثر مثلا بباقي التفاصيل، مو فقط عن المعرض، من ناحيه جماليه. العافيه بالتداريج. تدري العراق ما شاء الله، العراق واجه كومه مصاعب، وجود الخيره والشباب الحلوه الطيبه. انت طيب يا حبيب، يا حبيب يا حبيب يا حبيبي، انت طيب. ان شاء الله كلها تكون يد واحده ان شاء الله، ونفس واحد وروح واحده، تتقوم كل الامور، مو بس معرض بغداد الدولي، كل الامور. والحمد لله والشكر، هسه الامين والامان نعمه فضيله، فد رساله كبيره جدا جدا للعالم هي هاي، واكبر دليل البطولات العربيه اللي تصير هنا عندنا بالعراق، وعندنا في امور كثيره. وان شاء الله الامن والامان للعراقيين جميعا ان شاء الله، ويحفظكم ان شاء الله. حبيبي يا ورد يا طيب غاتي، نسلم بك، شرفنا بكم غاتي، شرفنا بكم. نعم مشاهدينا الكرام، بالتاكيد انه العراق اليوم، عراق اليوم ليس عراق الامس، من الناحيه، من ناحيه الحداثه والتطور والامن والاستقرار، خصوصا انه العراق اليوم بات واجهه العالم بجميع المفاصل. واحنا بما انه تحدثنا عن بقية المفاصل، مو فقط أنه الجوانب الثقافية وما شابه ذلك، خلينا اليوم نتحدث عن الجوانب الهندسية والعمرانية. شلونك صديق؟ حبيبي حياك الله، يا أهلا ومرحبا أستاذنا العزيز. أنا أقول أنه هاي السنوات الأخيرة بدأ المستثمرين العرب وغير العرب أنه بغداد والعراق يكون بوصلتهم من أجل الاستثمار. بالضبط، من هذا الاختصاص. بالضبط، بغداد هي أول وتالي راح تكون عاصمة العالم. اليوم الجانب العمراني ببغداد يحتاج إلى المستثمرين، والحمد لله والشكر توجهوا كافة المستثمرين سواء عراقيين أو غير عراقيين، فتح مشاريع استثمارية تهم المواطن العراقي، من جانب المشاريع الاستثمارية تكون سكنية خدمية إلى آخره. اليوم المشاركة والناس اللي موجودين هنا جاي، شلون نوع مشاركتكم؟ جاي تعرضون الناس، تشوفون الناس عملكم لو بغداد لو شو؟ احنا اليوم هنا مشاركتنا تكون اول شيء احنا دعم المعرض بغداد الدولي للكتاب، ثاني شيء نعرف الناس بالاستثمار وطرق الاستثمار ومشاريعنا احنا السكنية كشركة الغدير للاستثمارات العقارية، باعتبارنا احنا من الشركات الاولى بالاستثمار بالعراق من بعد السقوط الى يومنا هذا، باعتبار عندنا مجمعات سكنية بمحافظات العراق، عندنا بالنجف، عندنا بكربلاء، عندنا ببغداد. بالتالي اليوم الاقبال، الناس من اجت متفهم هذه الاشياء. بالضبط، تفهمين انه هاي الحداثه والتصاميم. بالضبط 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 بالضبط. هاي المنشآت، وين هاي المجمعات؟ هذه المجمعات عندنا مجمع غدير كربلاء بكربلاء، عندنا مجمع طيبة النجف بالنجف، وعندنا مجمع بدور بغداد السكني اللي هو بغداد، يعتبر اكبر مجمع افق الى حد الان في بغداد، اللي يضم تنفيذ شركة البناء المركزي طبعا عراقية، عندنا كوادر تركية تشتغل متعدد جنسيات حتى تكون المدينة تليق بناسها، وكمجتمع اللي بيها هم يعني مجتمع كلش راقي وكلش لطيف. صديقي بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، يعني بالتأكيد انه اليوم العراق يعني ينهض بجميع مفاصله، سواء القطاع الشبابي او قطاع البناء وقطاع الاستثمار وايضا الصناعه والثقافه وما شابه ذلك. اليوم الحلو بالموضوع شبابنا العراقيين وسعد خيرين، قدرنا انه نعود للواجهه من جديد وبقوه.
نحو للعالم يعني. طبعا هي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي رسالة للعالم انه نقول لهم احنا التنظيم احنا على قد التنظيم وعلى قد المسؤولية، وتشوفون الاجواء يعني عوائل ومن كل المحافظات شيء طبيعي عندنا يعني، مو مفد شيء صعب. زين احنا اليوم كشاب، انت اليوم كشاب عراقي شنو رسالتك اللي ممكن العظيمة اللي ممكن توجهها من المعرض للشباب من الاخر؟ والله اتمنى الشباب هنا ما مقصرين، الكل يعني حاضرين، واتمنى من الشباب انه شلون لا يقفل على روحه يعني، يجي هنا يجي يشوف الناس. اي صحيح. شكرا جزيلا حبيبي. كل بالتالي هو فعلا اللي ما حضر معرض بغداد الدولي للكتاب عمره خساره. واحنا خلينا نشوف جامعه البيان. السلام عليكم. سلام، اهلا وسهلا. يعني اليوم جاي نشوف حلو انه بعض المؤسسات بعض الجامعات بعض النقابات موجوده هنا وحريصه انه تشارك بمعرض بغداد. اليوم كجامعه شنو الغرض من المشاركه؟ الغرض من المشاركة نعرض كتب لمؤلفات دكاترة عندنا بجامعتنا، وكذلك انه يعني تكون الجامعة وطلبة المرحلة الأولى دا يجون يسجلون عندنا عن طريق هنا. الجيل جايكم؟ يعني مثلا معلومات أرقام من ينفتح القبولات نتصل بهم يتفضلون للجامعة. على مستوى المشاركة اليوم، على مستوى التواجد العوائل والشباب شلون شفتوا؟ يعني معرض كلش حلو صراحة يعني، وقبال المشاركة الأولى. نعم للجميع. أهلا وسهلا. الكرام بالتأكيد أنه اليوم معرض بغداد الدولي للكتاب مو فقط للكتب والأدباء، يعني جاي نشوف النقابات موجودة، نشوف الجامعات أيضا موجودة وبعض المؤسسات من أجل أنه الترويج وتبادل الخبرات وكسب العلاقات على كافة الجوانب، ونتمنى أنه نكون يعني نشوف هذا المشهد والأعداد تزايد بهذه الأيام باعتبار أنه شارف على انتهاء معرض بغداد، ما باقي له سوى ايام قليله وينتهي، وبالتاكيد حتى لو انتهى يعني راح نشوف بالدوره المقبله عدد من الناس والزائرين اكثر. مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لختام تغطيتنا، ختام التقبل والتحيات وتحيات كاد العمل، الى اللقاء.